مسير رياضي مغربي اللي أعطى الكثير للرياضة المغربية. نتقدم باسم المكتب المسير نادي الوداد الرياضي وجميع فعالياته، إلا سمحوا لي أن نتكلم باسمهم، أننا نحضروا اليوم في هذا المصاب الجلل وهذا اللحظة ديال توديع اسم الأسماء ديال فريق الرجاء الرياضي اللي اليوم تجعلنا هذه اللحظة نتجرد من الانتماء ديال عشق فريق على آخر. حنا كنبقاو في الآخر رياضيين، كنجيو باش باسم مكتب مسير كيف ما قلت وجميع الفعاليات أنني نقدم التعازي الحارة لأسرته الكبيرة والصغيرة ولنادي الرجاء ولجميع هاد الناس الحاضرين كيف ما كتشوفوا هاد الجنازة المهيبة التي تليق باسم بصمة في التاريخ ديال فريق الرجاء. كنقولوا لهم البركه في راسكم وعظم الله اجركم وان لله وان اليه راجعون. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.